طبعا ما شاء الله ربي يحفظ ظروفكم، الزواج بتاعكم اثمر على مسلم، ربي يخليه ولي شفته ما شاء الله عليه. ان شاء الله بارك الله فيك. لما جت مرتك وقلت لك انا حامل، كيف كان احساسك؟ كيف خذت الخبر هذا؟ ذاك الوقت انا نشوف في تصرفاتها هي وكذا، يعني لينا 3 شهور من اللي تجوزنا من بعد عرفنا، فهمتي؟ فجربت زي كل امراه عادي وكذا، سمعتها هكي زي ما تقولي ها شنو هذا، واه خيرك شنو فيه؟ انا بروحي لما شفت الموضوع ما عرفتش كيف نتعامل معاه، يعني حاجه جديده في حياتي، حاجه غريبه ما اعرفش، هذه حاجه انا نقدرها، مسؤوليه كبيره انا نقدرهاش، الحاجه هذه كويسه مش كويسه ليا توا ما نعرفش. فاول حاجه درتها طلعت من الحوش، نزلت مشيت القهوه اللي في راس الشارع، قعدت انا ولاد صحيبي صديقي مر بالتجربه متاعي انا هذه قبلي ب6 شهور، وحتى هو ربي رزقه ببنيه، اول بنيه. فقال لي علاش بالعكس خارك خايف انت، الحاجه هذه قنينه، الحاجه هذه حلوه، راهو المولود يجيب رزقه راهو كذا، ريح لي نفسيتي شويه. بعدين مشينا للدكتور ثاني يوم وقال لي يا مبروك ما شاء الله عندك بيبي، قلت له اولاد ولا بنيه؟ بنعرف. قال لي مازال مش تو تعرف، 3 شهور ثانيات نقول لك. مشيت الامور تعاملنا مع الحاجه هذه الحمد لله، معنا تقول امس سبحان الله، الموضوع هو كيف نشوف له اليوم تقول امس، شوف اليوم عمره 44 يوم اليوم ان شاء الله. شن احساسك لما هيك اول مره شديتها فيها مسلم؟ ولا هي صارت قصه ذاك اليوم، قصه دخلتني في حياتي شويه، فهمتي؟ هي المفروض كانت تدخل للعياده الساعه 6، الساعه 5:30 لابسين، قلت لها هيا مش نمشوا، قلت ندور في الجواز نتاعي. ايش تدوري في الجواز؟ الجواز بتاعنا معروف مكانه وين؟ كان عندي ابوي وامي في الحوش، طبعا جوني العواله وكذا. الجواز قال انا ما بيش نطلع حتى تحت الزلاز قريب، قلعت ما فيش وقت خلاص ولازم نخش بجواز. جاب ربي انا مصوره في الهاتف عندي، مشيت للعياده قلت لهم هذا صوره الجواز، وقلت تفضل خش لكن ضروري ما تجيب الجواز، فهمتي؟ فخشت هي العمليه، طلعت من العمليه جابوا لي مسلم، شديت مسلم، ابوي يقول لي كبر له في ودنا، ما رايح انا نخمم في الجواز، لان الجواز بتمشي للقنصليه بيديروا لك وثيقه، يعني عندك 48 ساعه لازم تروح، وانا مش في باب اني نروح الوقت هذاك بكل ما نقدرش، فهمتي كيف؟ فصارت لخبطه هيك، حتى ما لما شديت مسلم ما مش حسيتش روحك استمتعت باللحظه، ما استمتعتش بها اللحظه، صح هي لحظه اول مره نعيشها في حياتي واحساس اول مره تجربه وكذا، لكن مش هو اللي انا كنت موتي له مجهز له، فهمتي كيف؟ يعني بالي في الجواز كله في الجواز. للمغرب تعرفي باش روحت الحوش باش لقيت امي الجواز، امي هي اللي حطتها مع جوازها هي، تسحبها جوازها هي وجواز اختي، فهمتي؟ خذيت الجواز هذاك الوقت وين مشيت العياده انا شبحت شديت مسلم استمتعت به فرحت به هلبا وصورتها بمقطع هكي. ان شاء الله نشوف عندك ان شاء الله. ان شاء الله عندي.